السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وتيبو كورتوا في مرة أولى، دفاع عالي من جانب الملكي، بهدر الحارس كورتوا تقريبا قبل الأخيرة، ولكن في النهاية الحارس سيريسان كان هو الرائع، هو بأقدام نارية في انتظار النجاحات. كابتن فرنسيا بكونة في القائد، وهذه فرصة أخرى ملكية، تصويب صان عن كونتاك بيعكس بالمخالفة، كان هذا ضد كاسيميرو. تعود الديناميكية والحيوية للبقية لخفافيش فرنسيا في أقل كورة جول، كورة جول، كورة جول، إمكانية الاختناق الأول. وإيدين أزار، إيدين أزار واضح. من هي الأندية الثلاثة التي قدمت على ريال مدريد هذا الموسم؟ وتعليمات زين الدين زيدان، وهذه الكورة ثمانية لكايا، كايا حاول التوزيع، ملعب ألفريدو دي ستيفانو، أسطورة من أساطير الريال اللي بكل تأكيد في انتظار ترجع كورة سريعة لفرنسا، ولكن التابع وباريخو، كورة خطيرة والهدف الأول، جول 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 جول، نار نار نار، رودريجو نار في هذا المشوار. فرنسا مشاهدينا الكرام، قلت لكم منذ بداية المباراة يملك ثنائي خط النار الذهبي، ماسيميليانو كوميس الأوروغوياني ورودريجو الإسباني، والريال منهما يعاني بعد مرور 23 قناة. مدرب نادي فرنسا والحكم خوسيه سانشيز مارتينيز أقرب لإلغاء هذا. بالفعل مشاهدينا، وإمكانية التفوق، إلياكيم وينو مولود في فرنسا، بيسان الهولندي على يعدي، كورة جول غريبة مرة أخرى، جاسبر سيريسان الهولندي على طريقة حر، ممتاز ما كان في التداخل. أنا السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.